لاسيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه المهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، عمائدین قوم، معززین علاقہ، بزرگان ملت،